كتكون فيديو ديال غدا اكيد غادي يكونوا فيه جلاب دو بياس ان شاء الله الرحمن الرحيم. ضروري ضروري جاتني طلبات. السلام عليكم ورحمه الله، معكم ايمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يا ربي انه يلقاكم دائما وانتم في احسن احوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد. الغزاله ديالي رجعت لكم فيديو جديد، الفيديو اللي بزاف 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 منكم اللي كيقولوا لي ايمان قفيت من هذه المناسبات، فوجدت واحد الكوليكسيون البنات غير تعطلت شويه، كنت مسافره هذه الايام اون فوا جيت بغيت نبارطاجيها معكم، لان بزاف الناس والله القسم الى هذا الاخر ديال 8 كاينين بزاف الناس اللي عندهم مناسبات وبزاف الناس اللي كونتاكتوني على حساب باش نحط لهم لي موديل، فكنعتذر على التاخير. بالصلاه والسلام على رسول الله. دائما غادي نبداو غنبغي نقول غندخل مباشره في الموضوع، غنبغي نقول لكم اليوم بالنسبه ليوم كاينين القفيطنات هكا كيجيو الناس اللي مكيبغيوش تكيشطات، وفي نفس الوقت كاينين تكاشط ديال ليزاستخاس، يعني اخر ما كاين اللي جاب ليزاستخاس. غير كملي معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفي راه كاينين موديلات غزالين. اي حاجه عجبتك سكرين تنطي العبار بعدا هو الاول، ديري ليها سكرين وتواصلي معايا الفوق في هذه النمره هذه اللي كتبان لك في الشاشه. بالنسبه للعبارات البنات الموديلات حيت كيف قلت لكم والله ما ساليت، ف انا غدا نبدا نفتح ونعطيكم العبارات يعني مباشره، يعني مازال ما عبرتهمش. هادو البنات بسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. دائما غادي نبداو كيف ما قلت لكم البنات، هادو يلا وجدوا كوليكسيون جديده، شي حاجه طوب طوب طوب، واحد الرشيمه اللي كنت درت في رمضان ما شاء الله في العبايات، وكانتو لقاو اقبال من عندكم وكنوعدكم ان شاء الله غادي نعاودوها لكم. فنبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. البنات غنبدا لكم بالابيض، شي حاجه البنات كتحمق، انا نقرب لكم باش تشوفوا دائما لي ديتاي. غنبداو نقول لكم بان الكريب دو سوا كوريا بروميي شوا، شي حاجه فنه في الكريب البنات. شوفي معايا الطريزه كيفاش جايه دايره، طرز وتنبات من طبيعه الحال، جا غزال البنات. لي مونش هادشي اللي كاين دابا يعني كيجي هكا كلوش، القدام البنات كيجي سامبل ولكن فيه دفاير في اللوينات ديال الطرز وعقيدات حتى لتحت، وكنجيو البنات هنا في لي كوتي بجوج. شوفوا معايا هذا الموديل كيفاش كيجي هكا من الجناب البنات، كيجي هكا وهكا في اللبسه البنات، خاصكم تشوفوا في اللبسه كيفاش كيجي طوب طوب بطبيعة الحال البنات. تخيلوا معايا من البوس، وان شاء الله الناس ديال انستغرام اكيد غنلبسهم لكم في مانكان باش تشوفوهم كيفاش دايرين من البوسين. نهبط لكم البنات باش تشوفوا معايا تقريبا، ديروا مثلا تخيلوا معايا الموديل كيفاش جا. شوفي معايا بلا الحزيم ديالو او لا مليمه ديالو، وكيجيو هاد الجنيبات هكا مخدومين طوب طوب البنات، شي حاجه فنه 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 غزاله. هذا البنات كيف ما قلت لكم كاين فيه الالوان. يلا البنات شوفوا معايا اولا سمعوا معايا العبارات اللي غادي نعطيكم. بالنسبه للكتيفات دائما عندنا 41 في الكتاف، عندنا 62 في طول الكم، عندنا 33 في الصدر، ليونش ما شاء الله 36، والطول دائما راه متر ونص البنات، الطول دائما ما كيقلش على متر ونص، متر ونص للفوق. اما بالنسبه للون الثاني البنات شوفوا معايا راه فيه اربعه ديال الالوان، لينات غزالين طوندونس، شي حاجه فنه البنات. هذا في الغوص في الشيا محبوب الجماهير. شوفوا معايا في الغوص كيفاش جا، ولي كولور اللي دخلنا عليه كيفاش جا. شوفي معايا شي حاجه طوب 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 غزاله البنات. شوفي شوفي بالنسبه للناس اللي كيبغيو ما كيبغيوش شي حاجه طرو شارجي، وفي نفس الوقت الناس اللي ما كيبغيوش شي حاجه طرو شارجي، وفي نفس الوقت كتجي شي حاجه ادميه وغزاله. شوفي معايا راه كيجيو البنات طبيعه الحال في الحركه تجي طويله، ولكن كنسدوها بالعقيدات بحال هكا كتجي فنه طريزه البنات. شوفوا لي كولور اللي دخلنا في الطرزه كيفاش دايرين، الغوز هذا فوشيا فونسي. بالنسبه السلامة دخلنا لاباس بخير باش ما تبانيش.
نكمل معكم البنات. بالنسبه كما قلت لكم هذا في الغاز فوشيا، شوفوا معايا الغاز فوشيا كيفاش جا فيه طوب البنات غزال. شوفي معايا كيجيو لي مونش عامرين، عرفتوا البنات هادو؟ ان شاء الله دخلوا عندي انستغرام باش تشوفوهم ملبوسين كيفاش كيجيو، شي حاجه طوب 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 غزالين. بالنسبه للضفاير مخدومين بالرقيق، خدمه ما ندويوش عليها البنات، غير شويه هنا اللون ملي كنقرب كيتبدل ليا اللون. راه مخدومين بالضفاير البنات، شي حاجه فنه. وثلاثه ديال الضفاير باش مخدومين. دائما كنخرجوا لي كولور اللي عندنا في هاد الطريزه هاي، حتى هذا البنات شي حاجه فنه فنه فنه. بالنسبه للعبارات ديال هاد الموديل اولا ديال هاد اللون هذا البنات، عندنا نعبر لكم مباشره لان ما معبرينش. عندنا 42 في الكتاف، طولكم 60، الصدر 32.5، يعني هذا تبارك الله ما شاء الله راه ستاندر البنات، يلبسوا بزاف لي طاي. لي هونش 36، طول دائما ميترو و50 فما فوق. نشوفوا لون اخر البنات، شوفوا البنات اللون الثالث فيهم، واحد اللونين غزال غزال غزال، واحد الكاميل البنات فن. شوفوا معايا الكوس ديالي غزال، وحتى الالوان اللي داخلين فيه كيحمقوا. شوفوا البنات هذا واحد الكاميل، شوفوا معايا لي كولور لي دخلنا ليه كيفاش جاو طوب، كيحمقوا البنات شي حاجه طوب طوب رائعه. شوف بالنسبه للفتيحات كيجي حتى هما، راه غير كنقرب البنات كيمشي ليا اللون هذا، علاش كنحاول نبعد. شوفوا اما بالنسبه للديتاي ديال الخدمه، شوفوا ليا الخدمه كيفاش دايره، خديمه كتحمق. شوفوا الطريزه كي دايره، الضفايره البنات مخدومين رقاقين، بالنسبه للضفيرات البنات مخدومين رقيقين البنات، وكيبقاو دائما ثلاثه ديال الضفيرات، شي حاجه فنه غزاله. وفي اللبسه يا سلام، شوفي معايا ملي غنهبط لك تشوفي اللبسه ديالهم كيفاش كتجي. شوفي كتجي لي مونش هكا البنات، وكيجيو هكا الفتيحات على هذا الشكل غزالين رويقين. شفتو هكا كيجي فنين البنات، ما غاديش يبغوا يلبسوا، ولكن المهم غنحاول انني نصورهم لكم البنات في انستغرام باش تشوفوا لي ديتاي ديال الموديل. نعطيكم البنات العبارات ديال هذا الموديل، انا تهليت في غون طاي. عندنا 44 في الكتاف، عندنا 61 في طولكم، لان دائما القطن كنبغي يكون زايد شويه في العبار باش هكا ديك يلا مع الحزام وهذا كيجينا هو هذاك. 33 في الصدر، يعني هاد لي طاي هادو البنات راه غيلبسوكم ما بين الال والاكس ال وحتى الدوبل اكس ال غيلبسو. عندنا 35 في لي هونش، والطول دائما متر ونصف فما فوق. شفتو البنات شي حاجه فنه فنه غزاله. المهم نحاولوا اننا نزيدوا شي موديلات اليوم، لان التصوير صراحه ما عاطينيش الحق ديال البياسه مزيان، فهذا علاش غادي نكتفي اليوم بهاد اليوم غنكتفي بواحد القدر معين، ما غاديش نكمل كل شيء باش هكا نحاول نصور اضاءه تكون احسن. هنا 41 في الكتاف، وعندنا 55 في طولكم، عندنا صدر 31، لي هونش 35، طول دائما راه متر ونص فما فوق. ناخذوا البنات واحد الموديل غزال، واحد كان ورايا في ماركان، كانوا بزاف الناس كيقولوا لي بغينا نشوفوه، واحد الموديل كيحمق البنات. شوفوا معايا هذا واحد لوبوس، شوفوا معايا كيفاش كيجي البنات. هذا اللون ديالو الاصلي راه ما باينش ليه في التصوير، هذا مغلوق على كيف ما كيبان هنا في التصوير، كيف ما قلت لكم اليوم غير سمحوا لي ان شاء الله نحاول كيف ما قلت لكم البنات، نحاول انني هادشي كامل نصوره لكم في انستغرام باش يبان مزيان ويبانوا لي ديتاي. شوفي معايا كيجي البنات فن، كيجي كيحمق
فيه الخدمه ديال المعلم بحال هكا، كيجيو هكا كله مبطن، فتقدري تلبسي كميمات ديالك هكا، تقدري تديري هكا في تلبسي سامبل، كيجي كيحمق البنات كله مبطن، خدمه فيه راقيه غزاله، راه بحالو البنات كان عندنا في الكحل تبارك الله، كان القاء اقبال، راه خداتو السيده. ها هو البنات راني حاطاه في الرزل، راني حاطاه في الالوان، في لي موديل اللي مريزيرفينهم الناس. شفتوا البنات راه خو هذا اللي كان في المول، فهو هذا صحه الراحه. الناس اللي كياخذوا من هنا لي موديل، والناس اللي ما كيلحقوش ان شاء الله نعوضوا لكم في مرات اخرين. بالنسبه لهذا الموديل البنات راه شي حاجه طوب، حتى هو البنات كيلبس ما بين الال والاكس ال. نحاول البنات نخفف لكم اليوم في الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للتليجه البنات، تليجه اللي راها طوندونس تبارك الله وعندها اقبال من عندكم، 4 ديال البياسات فقط اللي كاينين كاين البنات، لان تبارك الله ما شاء الله خدمنا فيها وخداوها الناس تبارك الله من عندنا بالصحه والراحه، كانوا ب 1700 درهم، فالناس خداو واستافدوا منها. عرفتوا البنات هاد التليجه هادي شي حاجه رائعه. النواغ البنات راه كي كنحطو كيطير، ما كيبقاش ما شاء الله. غير هي هاد النواغ اللي جبتها هاد المره راه كتلبس غير طاي الان. شوفي معايا كيفاش دايره، طوب طوب طوب، شي حاجه ما ندويوش عليها، اخر ما كاين. تليجه طوب طوب طوب، غزاله فنه. تليجه ديال 1700 درهم البنات، نورمالمون كاين اللي كيبيعو حتى ب 2500 درهم. شي حاجه اخر ما كاين. هذه راه البنات طوب، هذه شي حاجه هبال. الناس اللي كيبغيو الكحل، فشوفي معايا هذه راه كتلبس الان البنات. عندنا فيها 39 في الكتاف، عندنا فيها 59 في طولكم، وعندنا في الصدر 27.5، وعندنا في ليونج 31 طول، راه متر و55. بالنسبه لي كولور اللي كانوا ديجا بقاو، راه بقاو عندي جوج حبات فقط من لي كولور اللي كنت عرضت لكم شحال هذا. فوحده فيهم كانت ريزيرفاتها واحد السيده ما خداتهاش، وهذه اللي دايره في هذا الترابي هذا، شوفوا معايا كيفاش دايره، اولا البريك، عفوا البريك الترابي هي اللي غنوريكم دابا. شوفوا معايا ديال البريك كيفاش دايره، هذه بريكة البنات غزالة فنة فنة فنة. بالنسبة للناس اللي مازالين باغيين هاد التليجات هادو، راه هما تخي طوندونس دابا البنات، شي حاجة فنة طوب. يا سلام الإكس آل البنات، كاينة البنات في هاد اللون، وكاينة في هاد الترابي هذا اللي كيما قلت لكم ديجا تريزيرفا، وكاينة البنات هاد الترابي، لا عفوا ماشي ترابي البنات، هادي أحمر، واحد الحميمر غزالة تا هي. فنه كيف ما قلت لكم هذه ديجا ريزيرفات. المهم الناس اللي كيريزيرفيو الحاجه، فاخر مره غنولي نعطيكم 24 ساعه بالنسبه للناس اللي غيخلصوا البياسات، فما نقدرش نبقى حاطه اكثر من هكا، لان صراحه كاينين الناس، شي ناس الله يهديهم ماشي كلشي صراحه. شوفوا معايا هذه في الاحمر كيفاش دايره طوب، كتحمق. شوفوا التحتاني ديالها فواحد لاكولوغ اللي خرجناها من طبيعه الحال غير من نونيت. شوفوا معايا توسي كيفاش داير، شي حاجه فنه فنه غزاله، لا طوندونس دائما، وشي حاجه رائعه. الطفاير دائما كيبقاو ثلاثه ديال الطفاير فتحات في الجناب. المهم الصحه والراحه، راه تبارك الله ما شاء الله داكشي كله اللي كنا حطينا ديجا الشهر اللي فات راه تباع، وما شاء الله يعني عليهم طلب واقبال كبير، وسيرتو بان الثمن راه رمز يا البنات، الثمن راه همزه، لانه تباعوا حتى بكثر. فالصحه والراحه لكم كاملين، بصحتكم البنات، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل. ما تنساوناش من لايكاتكم. الفيديو ديال غدا اكيد غادي يكونوا فيه جلالب دو بياس ان شاء الله الرحمن الرحيم، ضروري جاتني طلبات على الجلالبات، وان شاء الله غنحط لكم غدا ان شاء الله موديلات جداد، فكونوا في موعد، تلاقاو على خير، وإلى اللقاء.